أهلا بك أستاذ. إذن كما استمعت الآن، الجزائر تعلق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا. بداية، كيف تقرأ هذا القرار؟ أولا هذا رد فعلي، رد فعل موضوعي ينطلق من المصلحة السامية للجزائر، لأنها في النهاية طعن في الظهر من طرف الحكومة الإسبانية في الوقت الذي كانت العلاقة تسير في بعمق وودية كاملة لسنوات، حتى أن إسبانيا أصبحت تنافس في العلاقات الاقتصادية الإسبانية، تنافس فرنسا وتنافس إسبانيا في تعاملها التجاري، والجزائر كانت تعطي أهمية كبرى لإسبانيا بحكم القرب، بحكم العلاقات التاريخية، وبحكم فإذا به رئيس الحكومة الآن يتجه إلى الاتجاه 300 في الساعة، 300 دورة، 300% من موقف مغاير تماما لحقيقة الدولة الإسبانية وحقيقة الشعب الإسباني. وهذا نعتبره تنسيق، أنا شخصيا، ليس فقط مس بمصر بالجزائر أو مس بالقضايا في المنطقة ككل، بل هو ربما مؤامرة كبرى يخطط لها على عنصر معزول عن الدولة الإسبانية اللي هو رئيس الحكومة الإسباني مع النظام المغربي. أنا أرى بأن ما قام به شانزاز رئيس الحكومة الإسبانية يتطابق مع ما قام به عناصر في اتفاقية مدريد عندما كان الرئيس فرانكو مريض، وعناصر من حكومة مدريد عقدت اتفاقية مع النظام المغربي لاحتلال الصحراء. نفس الشيء تكرر في 18 مارس هذه السنة، وهذا الموقف الإسباني تدينه ليس الجزائر فقط، يدينه الشعب الإسباني وكل الأحزاب والشخصيات السياسية الإسبانية بما فيها أزنار اللي هو في اتجاه اليمين، ويقول أنك تخاطر بالمصلحة الاستراتيجية والأمنية الإسبانية من هذا القرار. أزنار الذي كان رئيس حكومة إسبانيا وما زال له نفوذ قوي داخل إسبانيا. إذن الآن حتى الشعب الإسباني، حتى الإعلام الإسباني يتساءل لماذا اتخذت الحكومة الإسبانية هذا القرار. أنا اعتقادي بأنها لعبت بالمصلحة الإسبانية، لعبت بمصلحة الشعب الإسباني، وتحت ضغوط عناصر من الاتحاد الأوروبي وعناصر من الولايات المتحدة الأمريكية لدفع أن إسبانيا تلعب دور عقب الأزمة الأوكرانية. وهذا أمر خطير جدا، لأن إسبانيا أصبحت ليست فقط لا تمس بالعلاقات الثنائية الجزائرية الإسبانية، بل تمس بالمنطقة ككل من خلال التنسيق مع الكيان الإسرائيلي، من خلال التنسيق مع النظام المغربي.